هاي. بروس لي ممثل صيني وبطل بالفنون الإيطالية، هو أول من أدخل الكونغ فو على هوليوود، وصحيح أنه مات بعمر 32 سنة، بس إرثه بعده موجود اليوم. لبطات بروس لي كانت سريعة كتير، لدرجة أنه تمت إعادة تصوير إحدى مشاهده بي Enter the Dragon بتقنية العرض البطيء لما تبين وهمية. سنة 1962 وجه لي 15 لكمة ولبطة واحدة لخصمه ووقعه ب 11 ثانية بس، وكان عنده القدرة على التقاط حبة رز طايرة بالهواء بواسطة تشوبستيكس. كان بروس لي رائس تشاتشا ماهر ورابح بطولة هونغ كونغ بالرقصة، بالإضافة لحبه الكبير للشعر يلي كان يكتبه بشكل جيد. مين قال إنه ستيف ماكوين، جيمس كوبرن وتشاك نورس كانوا من بين الأشخاص اللي رفعوا نعش بروس لي بجنازته؟ أنا قال. بشوفكم بكره.